صباح الخير، معاكم ميس نجاء من مدرسة تيتشر بينيرز، والنهاردة هناخد حرف جديد من حروف اللغة العربية. حرفنا النهاردة اسمه جي. وزي ما احنا متعودين يا أصحابي من كي جي 1، عارفين إن كل حرف ليه اسم وشكل وصوت وأصحاب. النهاردة حرفنا اسمي جيم، بس حرفنا النهاردة عنده كام صوت يا أصحابي؟ عنده صوتين، عنده كام صوت؟ صوتين، يعني ممكن أنطقه جه وممكن أنطقه جه، يبقى حرف الجيم مرة جه مرة جه. طيب تعالوا نشوف حرف الجيم شكله إيه في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة، ونشوف أصحاب الحروف الكلمات. شكل حرف الجيم في أول الكلمة: شرطة مايلة على السطر فرد إيديها وتحتيها نقطة، زي كلمة ج ج. جيم في أول الكلام فردت إيديها ومسكت إيد الميم، كلمة جمل. الجيم في وسط الكلمة بتكون بتمسك الحرف اللي قبلها وبتمسك الحرف اللي بعدها، زي كلمة نجوم نجوم. هنا الجيم في وسط الكلمة بتمسك إيه؟ الحرف اللي قبلها وتمسك الحرف اللي بعدها. أما حرف الجيم اتعودنا يا أصحاب في كي جي 2 إن إحنا ناخد الحرف في آخر الكلمة بيعمل إيه؟ بيرجع لأصله، زي كلمة ثلج، زي كلمة ثلج. ها الجيم هيلاقي حد بعد يمسك إيده؟ لا، بيرجع لأصله. طيب تعالوا نشوف صوت حرف الجيم مع الفتحة. ها يلا، فاكرين الأصوات القصيرة؟ فتحة، ضمة، كسرة، سكون. طيب جيم فتحة جا أو جا، جا أو جا، زي كلمة ج ج جزر، ج ج جزر. ينفع أقوله جزر يا ميس نجلاء؟ ينفع أقوله جزر. يلا أول حرف إيه؟ الصوت اللي أسمعه الأول هكتبه الأول، ج ج. حرف الجيم في أول الكلمة هيعمل إيه؟ هيفرد إيده، ج ز ز زر. حرف الزاي، ز ز صوت الزاي. طب حرف الزاي اتفقنا إن هو من الحروف المنفصلة، يعني إيه منفصلة يا ميس نجلاء؟ يعني أي حرف هيجي بعديه مش هيمسك في إيده، هيقف بعيد عنه، زي حرف الراء وقف بعيد عنه. وحرف الراء دايما زي ما إحنا متعودين حرف في آخر الكلمة بيرجع لأصله. طيب كلمة جزر، ج ز ر، جيم فردت ايديها والزاي والراء. تعالوا نشوف حرف الجيم مع الضمة، ج ج جبن. ينفع اقوله برضو جبن؟ ها ها جبن. ج اول صوت سمعته ايه؟ ج ج جيم. طب جيم في اول الكلمة تعمل ايه؟ هتوقع النص دايرة وهتفرد ايديها، شكلها ايه؟ شرطة مايلة فرد ايديها تحتيها نقطة، جب ب ب صوت الباء، والباء في وسط الكلمة هتعمل ايه؟ تمسك الحرف اللي قبلها وتمسك الحرف اللي بعدها، جبن. حرف النون سمعت صوت النون؟ طب في صوت تاني سمعته بعد حرف النون؟ لا، يبقى حرف النون هيرجع لأصله، جبن. تاني يبقى كلمة جبن، جيم باء نون جبن. طيب تعالوا نشوف دلوقتي يا أصحابي الكسرة. ها جي جي جي. ها زي كلمة جسر، جسر أو جسر، اتفقنا جه أو جه. طب جسر أول حرف صوت إيه؟ جيم. طب الجيم في أول الكلمة هينزل النص دايرة بتاعته؟ هيرجع لأصله في أول الكلمة؟ لا، اتفقنا الحرف في أول الكلمة بيعمل إيه؟ بيفرد إيده. طيب حرف الجيم شرطة مايلة وفردة ايديها وتحتيها نقطة، ما ننساش الشرطة المايلة اللي هي الكسرة، جس س. ده صوت ايه؟ سين. يا ترى السين طبق صغير طبق صغير طبق كبير تحت السطر؟ لا يا ميس نجلاء، انت عودتينا ان الحرف في اول في وسط الكلمة بيعمل ايه؟ هيفرد ايده الاتنين. وحرف اخر حاجة ايه؟ الراء، جسر جسر. حرف في اخر الكلمة هيرجع لأصله.
جيم سكون ج، جيم سكون ج. تعالوا نشوف زي كلمة ايه؟ رج، رج. طيب ينفع السكون تيجي في أول كلمة؟ لا يا مس نجلاء، عودتينا أن حرف السكون يجي في الوسط أو في الآخر، أي مكان في الكلمة غير الأول، لازم يجيب حركة قبليه، فتحة، كسرة، ضمة قبليه. طب هنا كلمة ر، ر، ها هتجيب إيه؟ كسرة، ر. هينفع أقول رجل؟ طب أنا مش عارفة أنطق الكلمة، لازم أعمل إيه؟ أنطق السكون مع الحرف اللي قبلها، رج، رج، هتبقى كلمة رجل أو رجل، 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 أحسنتم. طيب دلوقتي هنشوف الأصوات الطويلة، إحنا قلنا الأصوات الطويلة هي صاحبة الفتحة والضمة والكسرة، بتيجي تساعدهم وتطول الصوت. طيب الفتحة مين هيجي يساعدها بالأصوات الطويلة؟ قلنا المد بالألف. طب الضمة المد بالواو، الكسرة المد بالياء. تعالوا نشوف حرف الجيم مع الأصوات الطويلة صوته هيتغير إزاي. ها هنقول جا ولا جا؟ جا أو جا، زي كلمة سجا، سجادة، سجا، جا، ما قلتش سجا، سجا، سجد، سجد، لا أنا قلت سجادة. طيب هنا جي مع المد بالياء صوتها ايه؟ جي، صوتها ايه؟ جي، زي كلمة مين كلنا؟ انتوا عارفين الخضروات دي ايه؟ ده نوع من انواع الخضروات اسمه ايه؟ جرجير او جرجير، ده نوع من انواع الخضروات وبناكلها ومفيدة جدا لجسمنا، اسمه ايه؟ جرجير او جرجير. طب الجيم الاولانية دي هي اللي بعديها المد بالياء؟ لا يا مس نجلاء، المد بالياء لازم يكون الحرف اللي قبليه تحتيه كسرة، جر جير. طيب الجيم عليها ضمة زي كلمة ايه؟ جو، جو. هنا طولت صوت الجيم ما قلتش جو، قلت ايه؟ جو، لا قلت جو، زي كلمة نجوم، نجوم، جو، جو، ما قلتش سمعين صوت النو؟ نجوم، نجو، نون صوت قصير، نو، الجيم صوت طويل، جو، نجوم. طيب تعالوا نشوف هنرجع كل حرف الأصل ازاي مع حلل إلى حروف. كلمة جزر، كلمة جزر، يلا نرجعها لأصلها. حرف الجيم لما يسيب إيد أصحابه هيعمل إيه؟ بسرعة بسرعة هيرجع النص دايرة بتاعته ويدخل بيته. حرف الزاي ها هيسيب ايد الجيم وهيعمل ايه؟ هيرجع لاصله. وحرف الراء كده كده في اخر الكلمه راجع لاصله. كلمه جبن كل حرف فيها لازم يرجع لاصله. الجيم هتعمل ايه؟ هتسيب ايد الباء وترجع لاصلها، تنزل ها الدايره بتاعتها، ها نص دايره، شرطه طايره في الهواء، نص دايره كبيره تحتيها نقطة جواها نقطة. الباء هترفع ايديها الاثنين ومنساش تحتيها النقطة. والنون ها طبق كبير وعليه نقطة. وبكده يا أصحابي هنكون خلصنا حرف الجيم بأصواته القصيرة بكلماته وأصواته الطويلة، وانتوا شاطرين وهتجمعوا كلمات كتيرة جدا لحرف الجيم عشان انتوا شاطرين. أشوفكم إن شاء الله بحرف جديد.